أدب أصيل من كل زهر ناضر ثمر ذليل قول فصيح واضح حكم تسيل ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة من طرائف وعجائب الأحداث في القصص النبوي. عجائب وطرائف؟ نعم، عجائب وطرائف. وما العجيب في تلك القصة؟ العجيب في تلك القصة أن طفلا رضيعا قد نطق وتكلم. تكلم وهو طفل رضيع؟ سبحان الله. نعم يا أبنائي، فإن الله على كل شيء قدير، وليس هذا هو الطفل الوحيد الذي تكلم وهو رضيع، بل قد تكلم أيضا طفل أصحاب الأخدود، والطفل في قصة جريج العابد. وأشهر هؤلاء الأطفال الذين تكلموا في المهد هو نبي الله عيسى. اروي لنا هذه القصة يا عم. كان في من كان قبلكم طفل رضيع كانت ترضعه أمه، وبينما هو كذلك إذ مر عليهما رجل تظهر عليه علامات الثراء والنعمة. مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا، يا لك من رجل عظيم الشأن، أنت أفضلنا وأحسننا. هذا رجل عظيم جدا، لابد أنه رجل مهم وعنده من المال الكثير. اللهم اجعل ولدي مثله. اللهم لا تجعلني مثله. ها؟ رضيع يتكلم؟ سبحان الله، ولماذا قال ذلك؟ لأن هذا الرجل كان ظالما متكبرا على خلق الله. وماذا حدث بعد ذلك يا عم؟ وبينما هذا الرضيع الحكيم يرضع، إذ مرت امرأة مسكينة ومعها ناس يضربونها ويؤذونها ويقولون أيتها السارقة أيتها العاصية، وهي تقول: ما سرقت، ما عصيت، هذه المرأة عصت الله وسرقت، وما يحدث لها من أذى نتيجة فعلها، وهذه نهاية المعصية. اللهم لا تجعل ولدي مثلها. اللهم اجعلني مثلها. ها؟ ماذا يقول هذا الغلام؟ ولماذا قال في هذه المرة: اللهم اجعلني مثلها؟ لأن هذه المرأة المسكينة كانت مظلومة، والناس يؤذونها بغير حق ويعاقبونها على ذنب لم تفعله ويتهمونها بالباطل. سبحان الله، هذا الطفل حكيم فعلا. ألم أقل لكم يا أبنائي إنه من الحكماء الصغار؟ وسوف ترون أشياء أخرى جميلة وطريفة في القصص القادمة إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبنائي. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل، رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران بالرب الجبيل، وثلاثة بالغار ناموا ليلة